تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي اطار المبادرة الرئاسية لتبني المواهب اعلنت الاكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيان مشترك عن تبنيهما للطالبة المتفوقة من طلاع ماد والتي حصلت على المركز الاول على المرحلة الاعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ وتتكفل كل من الاكاديميه الوطنيه للتدريب ومؤسسه حياه كريمه بتقديم كافه اوجه الدعم اللازم للطالبه المتفوقه في كافه مراحلها التعليميه القادمه حتى تخرجها من الجامعه ياتي ذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني الطالبه تعليميا نظرا لظروفها الاسريه الصعبه ودعما لتفوقها العلمي